تدريبات استمرت 3 سنوات بالتمام والكمال هزيت بها أمال وفنيو الشركة الوطنية للكهرباء. وبهذا الخصوص فقد اختتمت أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالشركة الوطنية للكهرباء. مسؤول البرنامج والمكلف بالنقل ناصر جوسوكي أكد بأن هذه الدورة التدريبية تسهم في رفع التحديات وتقوية كفاءات العاملين والرفع من روح التضامن المشترك فيما بينهم. في كلمته الختامية ممثل مدير الشركة الوطنية للكهرباء دوليميان ناتانيا فقد أوضح أن هذه الدورة تهدف إلى تكوين الكوادر الخاصة بالصيانة لتصليح الأجهزة الكهربائية، والبالغ عددهم 15 عاملا، 7 منهم في المجال الكهربائي والتسعة الباقية في المجال الميكانيكا. مدير إدارة الموارد البشرية أشار في كلمته إلى أن هذه المعلومات المتحصلة عليها فيما لها من أهمية في إيداد الكوادر. في فترة 3 سنين دي دربوا وأهلوا الفنيين الشاديين حق شركة الكهرباء عشان هم من هنا وفصاعدا يعتنوا بالماكينات ويعملوا الريفيزيون بنفسهم، ما نجيب ناس من الخارج اللي هي عندهم تكلفة مادية. أما المستفيدين من هذه الدورة فقد عبروا عن شعورهم تجاه الدورة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناسبة الختامية شهدتها توزيع شهادات إلى المشاركين من قبل مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء.